السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا صباح سلطان يعقوب. ما يشبع يعني. الأرض هناك فيه القمح. الوضع اليوم هي هو الوضع، السيارات في على المحطة ينتظرون البنزين. يا سيد بلال، شو بلال؟ السلام عليكم. قايم على الصبح وحيلته حيلي، حط إذا وجهه وعم يستنى ينتظر. تحرك السيارات، تحرك السيارات، يدخل السرور إلى القلب. أسأل من صوركم فدي أشوف أي. أيوة أنا بلال انبسط. نصور للأجانب نفرجيهم شو عنا بلبنان، شو رأيك؟ بدنا نفرجيهم شو عنا بلبنان. ها ما بتلاقيش لا بامريكا ولا بالعالم كله. ما فاهم، ما بش مش هيك بالعالم كله 100. ما فاهم والله فرح. هون نحن بنقطع عنا البنزين، بس نعبي بنزين من كيف شوف، بس نعبي السيارات كذا. طيب شو بدنا ننبسط؟ ليش ننبسط؟ معلوم ايه، هاي دي فش منا، لا بالبرازيل ولا بامريكا. لا والله خرج من هون، عاملين سينما نحن يعني عاملين سينما ميزه. ايه اذا بنزين من نهار الخميس. انت اليوم السلام عليكم. والله هاي وقتك هودي. والله يا خيي ما ادري ماذا نعمل بالعالم. شو كيف الحال؟ والله الحمد لله. عم فيكم تنظموا الامور؟ والله الحمد لله. يلا قرب يا غايد. ها 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 يلا يلا بديش مشي. قرب يلا قرب 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 بعد شوي. هاو شباب الله يعطيهم العافية، عم ينظموا قد ما فيه هون، عم ينظموا شعب جوعان على البنزين. والله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بعد هذا إسا الصف رايح لوين لوين لوين؟ راسل حد بيت لفاق 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 الصف. إيه وأبعد كمان واصل لتل ذنوب. لتل ذنوب واصل. ها معلوم. شو بتقول لشباب بالبرازيل؟ الله حيهم يا شباب، تعالوا تعذبوا معنا. تعال والله من كيف، بس تعاو. بس نقطع البنزين نزعل شوي، بس نعبي من كيف. ايه يلا تعالوا تعالوا شموا الهواء، تعالوا شموا الهواء. وهون اذا ما فيش بنزين تتمشى. وفي عندنا اجلكم الله حمير وويح من ركبكم علي، ما تفزعوش، بس جيبوا دولارات معكم. الله يخليكم، في عندنا دولارات كمان. اي والله مقطوعين من كل شيء. الله يعين. الله يعين يا رب. ايوه وين الدكتور اسامه؟ والله ماني عارف، مش مبين. يا لطيف اسا هيك لتحت كمان كيف مخربط على امور. شو قولتك؟ والله يا خيي قداش يعني شوف قداش. عم اهلك وقرب. قربة. تنظيم الامور. هي فوزية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لك شو موال على البنزين؟ موال شو موال على البنزين؟ موال عند الصبح؟ لك على البنزين يا موال يا كلمي يا شعور يا. ماني مغمض، الله يكون بالعون. الله يفرج على هالعالم. الله وكيلك. يا رب. يلا خارج. الله يعطيكم العافية شباب. يعافيك يا عم حسين. ما شاء الله عنكم، والله ما ضيّت. عم تأسروا أمر هالعالم. الله يعافيك. الله يحفظكم يا رب، يبارك فيكم.
الحمد لله ماشي الحال، عم تعبي على العالم بنزين وماشي الحال. يا الله لايك عضو جيز بالله عنك. انا خلص اي يعني شيء عرض اهل البرازيل اي ايفنت ونحن موجودين للجزيره النطر الخضر. كيف الحال؟ السلام عليكم. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. يعني ذل ما بعده ذل والله يا ابو بلال. عم تنذل العالم بلقمة عيشه وبصحته وبالنقل، هذا شيء حرام هذا والله. اي والله بركتي. يعني هيدي الجائحه مرقت على العالم كله، بس عندنا هون بالبلد بلبنان من قله الوفاء مع الزعماء الله لا يعطيهم عافيه. حرام والله، والله حرام. اقل ما يكون البنزين يا خي، هذا شريان لحياه البنزين. حرام. سبحان الله. يعني كله بالصف صار، كله صفوف صفوف، كله صفوف من تحت. بعد شوي ابواب الصيدليات بدها تصف. لا حول ولا قوه. اصعب شيء الدواء دواء الله وكيلك امبارح كل الصيدليات كانت مسكره. كل الصيدليات بدهم يعملوا اضراب، ما بعرف الله يعيننا. هسه اليوم على البنزين، على بكره على 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 الادوي. عم بيقولوا وزير الصحه عم يعمل كبسات على المستودعات مليانه. مليانه كمان من العالم. وكل دواء مدعوم، شو بيعملوا هسه؟ بيحيدوا الدواء بيخزنوه. بس يرفعوا سعر الدواء بيكون عنده شو جاهز الدواء، ببلشوا يبيعوا باسعار خياليه. كمان الشعب عم يا خيي شو الشعب عم يحتكر. الله يعين الشعب. شو بدك تعمل؟ التجار عم يحتكروا يا خيي. الشعب عم ياكله. اللي عنده دواء، اللي عنده داء مزمن، ابلش احيد له اربع خمس علب دواء لحتى يكفوا. طب شو بيعمل هذا؟ عندك دواء يا خيي ما فيك تنشره. انا جبت خيي بتركيا والله وصيته على هذا كما رايتم المعاناه في لبنان. يوسف ابو علي راوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف الصحه؟ يحيحصيك. الله بخير. نشكر الله ونحمدك. الله يحفظ على الوجه. الله يبارك فيك. خلينا اياك كله بخير. والله ما انتقدكم عامري بالعز بوجودكم. خليك يا رب. الله يديم الحكايم ويخيي ظل جبنا بنزين. والله يديم الحكايم ويظل جبنا بنزين. والله الله يبارك فيه. عم ييسر العالم. اي والله. الله يعطيك العافيه يا رب. والله سبحان الله. يلا عال عال عال، عم تمشي العالم. سلام مختار. كيف حالك يا مختار؟ خليني يا العين. الله يعطيكم العافيه. احسن مختار تسلم في السلطان يا خليل. والنعم للجميع. تسلم. الله يحفظك يا رب. خليك. طلع علي انا صباح النور يا مختار. وين القهوه يا حاج عدنان؟ القهوه هون. وين القهوه؟ خلينا نكيف يا زلمه. تعالوا بلال تعال. الله يبارك فيك. خلينا ننبسط. خير شمت هوا والله. واحد والله شمت هوا. انا مخاطب الواحد يشم الهوا يتصبح. يلا خلينا نعملها شمت هوا. شرينا حصان. شرينا حصان. بلشت تشتري؟ اشترينا والله. والله زي ما اطفي قبل ما يغلي. احلى بالحصان والله. امبارح اول من يومين جيب حصان نجيب 35 مليون. 35 مليون عم كلها غليين. يلا طيب شو غايت؟ والله غليان يا زلمه. بس شيء منيح. شيء حلو. ايه معه بسبور ومعه كل شيء. بسبور وكل شيء؟ صار بسبور؟ ابدا. والله حلو. بنروح نفرج لكم على وين حطيته؟ ايه هونيك بالهناقير. حد راضي. حد راضي؟ قال بدي اروح لهونيك. ايه. ان شاء الله بنتفرج على ايه. اهلا وسهلا. خليني نفرج على البسبور. منيحة. لك وين القهوة يا زلمة؟ وين؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ هلا. أحلى مكان للقهوة. اهل احلى قهوه. شو سميتها؟ قهوه لوسي ولا قهوه شو؟ قهوه ابو سعيد. بدك وين يا ابو السعد؟ هون قهوه ابو السعد. تفضلوا على قهوه ابو السعد، اطيب قهوه واحلى قهوه بالمنطقه. كيف تعملهم يا ابو السعد؟ ها فرجينا على المكنه. بتكركر والله. خي خاي والله عم تشتغل. هاي قهوه. قهوه حلوه يا مره. هاي حلوه. حلوه قهوه ابو السعد. هيدي هاي قهوه ابو السعد. الله يسلم هديت ابو سعد. فرجيني. يلا اسلم نذوق. بسم الله. في بعد فنجانين هون اخذتوه. اربع تفضل جاي. هلا لك. الله يديمك حاج عدنان. لك اهلا بالشباب. والله اهلا بالشباب. دعمكم الله. تفضلوا 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 على القهوه يا شباب. تفضلوا. الله يكون بالعون يا جماعه. يا الله. الله يكون بالعون يا رب. بالعون.
السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ والله الحمد لله. الحمد لله. كيفك انت؟ لك الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يخليك اياك. شكرا. شو ما شاء الله عنك صرت ها بعد لك سياره. قربنا. والله واحد بينبسط. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. يدوم الصبح ها؟ اي والله صلاه الصبح دوم. الله يعطيكم العافيه. يلا الحمد لله. الله يفك عسيره يا رب. امين يا رب. يلا هسه رجعنا لهون. السلام عليكم. الله وبركاته. الله خي علي. كيف الحال؟ عم تقرب. ها صرت ها قاب قوسين او ادنى. مش الحال؟ الحمد لله. يلا الحمد لله. هيا احمد وين صرت؟ معنا بارضنا بس عم نقرب يا زلمه. صار في تطور كثير. في 10 سيارات يلا. 10 سيارات بيمشي الحال. لا 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 عندك شي 20 متر اسد تقرب فيه. شو بغار شوف البل. عم نقرب الحمد لله. ما شاء الله عنك على السريع. يلا انا اللي اروح اجيب سيارتي. لايكوا هالذره سبحان الله. هون نتد الذرة. خالف ليزي. هذا بلال عم يعطيه سيارتين. قرب لي سيارتي وسيارته ما شاء الله عنه. والله بطل. ايوه انا. اللهم لك الحمد يا رب. نروح صوب الزرع شوي. هذا القمح صار بده حصيد. هي قمح مشعير. هي شعير. هي شعير. فرجيني. لا قمح والله. هي قمح. ما أجمل الزراعة والقمح يا جماعة. وهاي ذي لوسي من هون. من عند القمحيت. ايه يا سعيد. هي شو عم تقول له لابني؟ عم قول له انا وبيك تعلمنا عصبيحه بجرة البطاطا. والله بجرة البطاطا شايك؟ تذكر؟ دير بالك؟ الا دير بال. مع مين عم تحكي؟ عم بحكي معك. لا مع مين عم صورك؟ عم صورني لايف؟ لايف مش لايف. لا ما نصوره وبعدها بنعمل اديت. عم بحكي له ابنك انه تعلمنا عصبيحه بجرة البطاطا بكابل البستين. والله عسل. اضحك يا عمي. يا عمي الوحل. وحل بسيطة غسلنا الشغل. شي لغة. وحل هين. ايه والله. ايه الحمد تذكر لله. ايام جرة البطاطا. ايام جرة البطاطا تعلمنا هناك وتعلمنا منيح. ايه والله. ايه والله. بعدين لما اتثقبت ورحتوا على الجامعة الامريكانية. ايه نعم. دير بالك لما فتنا بطاقات بعضنا و انا فت شاركونا القناة حسين صيفي تي في.